السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تكلمنا أمس عن الناس اللي تنشر الإباحية في شهر رمضان المبارك، وبما أنه دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، عشر العتق من النار، موضوع مهم أيضا، الناس اللي تتاجر بالدين وتستغل القرآن الكريم والأحاديث النبوية والأدعية على أساس تحصل لايكات وتحصل مشاهدات أكثر وتحصل، ويقول لك هذه حرية شخصية. أوكي، حرية شخصية، أنا معاك أنها حرية شخصية، بس يا جماعة ابعدوا الدين عن تجارتكم. لما يطلع لي شيخ أو يدعي أنه شيخ وفقيه في الدين ويطلع لي في مقطع طول 10 دقائق على أساس والله هذه الدعوة اللي تدخلك الجنة، ولا هذه الدعوة اللي ترزقك بكرة، اكتب كذا كذا أو اقرأ هذا الدعاء وبكرة بتحصل المبلغ اللي تريده، هذا نوع من الدجل والتجارة بالدين. ابعدوا الدين عن هذه الأشياء. أو اللي سنة من السنوات، أنا أذكر أن واحد من المشايخ بين قوسين عمل حاجة مضحكة جدا، مضحكة ومبكية في نفس الوقت. وسط الحرم في يوم عرفة، الناس تدعو، هو جايب لي أحد يصور له وجالس فاتح لايف في الفيسبوك وجالس يدعو ويدعوه عينه على المتابعين وعينه على الكاميرا. يا جماعة كفاية دجل. بالمختصر المفيد، الدين الإسلامي والمقدسات الإسلامية والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والأدعية المأثورة ليست مجال للتجارة. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.